الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مع علو أصوات تلبيات ضيوف الرحمن قاصدين بيته العتيق، تبدأ أولى صفحات رحلة الحج منذ قدومهم عبر مراكز الترحيب والاستقبال. الحمد لله والشكر أن الله تحت لنا الفرصة هذه أن الحج السنة عام 1442 السنة هذه، صراحة شعور لا يوصف وتنظيم أكثر من رائع، والله يتقبل منا ومن جميع المسلمين ويتقبل من دعاءنا اللهم آمين. هدوء يعكس التقدير والاحترام لأداء أعظم الشعائر الدينية في هذا الموسم، وأداء من قبل رجال الجهات المختصة يعكس جودة التخطيط والتنظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشاعري مشاعر الحمد لله مشاعر الحاج اللي يتمنى الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعلى جميع الحجاج بالأمن والأمان وأن يوفق الجميع. مشاعر دافئة ستلقى بين جنبات الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وابتهاج في نفوس القائمين والمنظمين لمصافحتهم حجاج بيت الله بعطاءاتهم المهنية والإنسانية. من مكة المكرمة فدوى مطبقاني.